بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف في هذه الحصة على ظاهرة ضوئية جديدة، ونبدأ بالوسائل التي سنستعملها. إذا لدينا منبع ضوئي أو مصدر ضوئي، لدينا منقلة، ولدينا مرآة مستوية. بداية نبدأ ببعض المصطلحات المستعملة في هذا الدرس. التي نستعملها في هذا الدرس هي كالآتي: نسمي الشعاع الضوئي الصادر عن المنبع والساقط على المرآة بالشعاع الوارد، والشعاع الذي يرتد من المرآة نسميه بالشعاع المنعكس، أما الخط العمودي على سطح المرآة فنسميه بالناظم، ونسمي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم بزاوية الورود، والزاوية المحصورة بين الناظم والشعاع المنعكس بزاوية الانعكاس. كما ذكرنا في المقدمة، في المصطلحات التي سنستعملها هي كالآتي: الشعاع الضوئي الذي يصدر عن المنبع ويسقط على المرآة نسميه بالشعاع الوارد، والشعاع الذي يرتد من المرآة نسميه بالشعاع المنعكس، والمستقيم العمودي على سطح المرآة نسميه بالناظم، أما الزاوية المحصورة بين الناظم والشعاع الوارد فنسميها زاوية الورود ونرمز لها بإي، والزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والمستقيم الناظم بزاوية الانعكاس. ندرس في هذا الجزء العلاقة بين زاوية الورود وزاوية الانعكاس. الآن ضبطت الشعاع الوارد على زاوية الورود تساوي الصفر. الآن سأجعل زاوية الورود تساوي 10 ونرى كم تصبح زاوية الانعكاس. إذن الآن سأجعل زاوية الورود هي 10. إذن لاحظوا أن زاوية الورود زاوية الانعكاس كذلك تساوي 10. الآن سأجعل زاوية الورود تساوي 20. إذن الآن زاوية الورود تساوي 20، زاوية الانعكاس ها هي زاوية الانعكاس، هذه هي، أن أضبط جيدا الجهاز يساوي 20. الآن زاوية الورود هي 30، فزاوية الانعكاس هذه زاوية الانعكاس تساوي 30، وهي الزاوية المحصورة بين الناظم والشعاع المنعكس. الآن زاوية الورود مثلا تساوي 50، نضبط جيدا الشعاع، فكما نشاهد فهي كذلك 50. الآن نعطيها 40، كذلك 40، فزاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس. ندرس في هذا الجزء العلاقة بين الزاوية التي ندير بها المرآة والزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس. الآن كما تلاحظ فالشعاع الوارد على المرآة زاوية وروده تساوي الصفر. الآن سأدير المرآة بزاوية قدرها 10 درجات دون أن أحرك بالطبع المنبع الضوئي. إذن سأدير المرآة بعشر درجات ونلاحظ ماذا يحدث للشعاع المنعكس. إذن لاحظوا أن الشعاع المنعكس دار بزاوية قدرها 20 درجة، وأنا أدرتها بزاوية قدرها
عشر درجات كانت هنا فانتقلت إلى هنا 10 درجات. الآن سأدير ملاحظة ثانية، أن الشعاع المنعكس دار في نفس جهة دوران المرآة. سأدير المرآة بزاوية قدرها 20 درجة، فنلاحظ أن الشعاع المنعكس يدور في نفس زاوية الدوران، كذلك نلاحظ أن الشعاع المنعكس دار ب40 درجة. الآن أدير المرآة بزاوية قدرها 30 درجة، 30 درجة، فالشعاع المنعكس يدور في نفس جهة دوران المرآة بزاوية قدرها 60 درجة، أي ضعف زاوية دوران المرآة. الآن أديرها بزاوية قدرها 40 درجة، فالشعاع المنعكس يدور بزاوية قدرها 80 درجة. أدير الآن في الجهة المعاكسة المرآة، أرجع المرآة الوضع الأول يعني زاوية الورود سيساوي، وأديرها في الجهة المعاكسة بزاوية قدرها 10 درجات، فنلاحظ أنه كذلك الشعاع المنعكس يدور في نفس جهة دوران المرآة. أديرها الآن ب 20 درجة فيدور ب 40 درجة كما تلاحظون. هذا هو الشعاع المنعكس. إذن الخلاصة أنه إذا درنا المرآة بزاوية ألفا فإن الشعاع المنعكس يدور في نفس جهة دوران المرآة بزاوية قدرها 2 ألفا.